زلايا فقط هو ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، بينما مكيشيف هي ضمن قاطع عمليات سامرة. الحادث كان ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، النقطة اللي صار يعني حدث التعرض عليها. رسالتكم اليوم للمواطنين، هناك يعني تخوف بعد الأحداث الأخيرة لدى المواطنين، اليوم رسالتكم أنتم في قيادة عمليات وأيضا محافظة للمواطنين في محافظة صلاح الدين؟ رسالتنا إلى مواطنينا في محافظة صلاح الدين هو التعاون مع كل الأجهزة الأمنية والأخبار الفورية عن أي تحركات للعدو، سواء في مناطق الجزيرة مناطق الجبال، وإحنا عندنا عمليات ويوميا عملياتنا وقطعات سواء الجيش والشرطة والحشد الشعبي الأوطان، حقيقة هم يقومون بعمل جبار في هذه المناطق. ما ممكن لداعش، رسالتنا اللي أهلنا ما ممكن لداعش بعد أنه يدخل المدن ويستقر بها ويحتلها. داعش عندنا نعم عمليات في الجزيرة في مناطق بعيدة، لكن كلها تحت السيطرة، وعدنا جهد جوي وعدنا أجهزة أمنية قادرة على ردع داعش وعدم دخوله إلى هذه المناطق.